أنا تعبيركم ادعوا الله عز وجل بعد التسليم. بعد التسليم بعد أن نقول استغفر الله استغفر الله استغفر الله 3 مرات ندعو بأي داء أي دعاء. نعم. أيضا نأتي بالتسبيح. سبحان الله والحمد لله سبحان الله والحمد لله 100 مرة. من جاءت بهذا الدعاء من قال سبحان الله والحمد لله 100 مرة اثر كل صلاة غفرت له ذنوبه ولو كان كزبد البحر. هذا حديث صحيح بل هو أوثق وأصح الأحاديث رويه الإمام الربيع رحمه الله تبارك وتعالى في باب الدعاء وكفى به حجة. فبعد أن ناتي نقول سبحان الله والحمد لله سبحان الله والحمد لله سبحان الله والحمد لله 100 مرة. وهناك أيضا من يدعو ويقول سبحان الله 3 مرات 33 ويكبر 33 ويحمد 33 وفي الآخر يقول أشهد أن لا إله إلا الله. وهذاك الحديث أذكره وإنه لما أفتقد أظن البخاري ومسلم ربما يكون راوين. أما الحديث الأول هذا راوين الإمام الربيع رحمه الله تعالى وكفى به. من قال إثر صلاته وهو بسند ثلاثي أبي عبيدة عن جابر بن زيد عن أبي هريرة بسند ثلاثي ذهبي متصل. العلاقة بين هؤلاء الثلاثة علاقة تلمذة وهي أقوى العلاقات لأنه النقل شيخ عن شيخ أو فقيه عن فقيه أقوى عن اللقية فضلا عن المعاصرة. هذه علاقة تلمذة كل شيخ متتلمذ على الشيخ الذي قبله. أبو عبيدة الربيع تتلمذ على أبي عبيدة، أبي عبيدة تتلمذ على الإمام جابر، الإمام جابر تتلمذ على الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، والصحابة تتلمذ على رسول الله صلى الله عليه وسلم سلسلة ذهبية لا تشوفها شائبة. فمن قال إثر صلاته دبر كل صلاة في الحديث إثر صلاته صلاة مفروض سبحان الله والحمد لله حطت عنه خطاياه ولو كانت كمثل زبد البحر مثل زبد البحر. نعم. أيضا يذكر أنه فيما يروى وهذا رواية لما أذكر لأحمد وجميل يأتي بها الإنسان في صلاة بعد صلاة الصبح الفجر وبعد صلاة المغرب إذا صلى الإنسان المغرب والفجر صلى الصبح يعني الصبح والمغرب أيضا أن يقول اللهم أجرني من النار 7 مرات. اللهم أجرني من النار يعني بعد ما نستغفر الله وكذا نقول اللهم أجرني من النار في الفجر في الفجر و المغرب. اللهم أجرني من النار 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 اللهم أجرني من النار. فمن قالها 7 بعد صلاة الصبح انتبهوا معي إن مات من يومه نجاه الله من النار كتب الله له جوازا من النار. يعني الله تبارك وتعالى ينجيه يعني تغلق أبواب النار. لما ينهي يومه وبداية يعني صلاة الليل يبدأ بالمغرب يكون أنهى النهار، النهار يبدأ بصلاة الصبح الليل يبدأ بصلاة المغرب. فمن قال اللهم أجرني من النار 7 مرات بعد الصبح أجاره الله من النار فإن مات في ذلك اليوم إن مات ذلك اليوم الله تعالى يجيره ويبعده عن النار لأن أبوابها كلها مغلقة بهذه الدعوات. لما يصلي المغرب بعد صلاة المغرب أيضا يقول اللهم أجرني من النار 3 مرات فإن مات في ليلته أيضا يكون ناجيا بإذن الله تعالى من النار. والعلماء يقولون لماذا 7 مرات يقول
يدعو يقول اللهم اجرني من النار، اللهم اجرني من النار، اللهم اجرني من النار، سبع مرات. قالوا كما هو يعني صريح في كتاب الله سبحانه أن النار والعياذ بالله لها سبعة أبواب، النار لها سبعة أبواب. فلعل بكل مرة يغلق باب عنه من أبواب النيران، يعني يغلق عن هذا الداعي باب من أبواب النيران. فإذا قال أجرني من النار أغلق باب، اللهم أجرني من النار يغلق الباب الأول، اللهم أجرني من النار يغلق باب الثاني من أبواب النار، اللهم أجرني من النار يغلق الثالث، اللهم أجرني من النار يغلق الرابع، اللهم أجرني من النار يغلق الخامس، اللهم أجرني من النار يغلق السادس، اللهم أجرني من النار يغلق الباب السابع. إذا غلقت أبواب النار فيكون من أهل الجنة، لأنه هنا فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. يوم القيامة ترى ماشي منزلة بين المنزلتين، من لم يكن في الجنة فهو في النار، ومن لم يكن في النار فهو في الجنة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون من أهل الجنة. هذا بعض العلماء يبين لماذا يقال ثلاث سبع مرات، يعني ليش ما قال ثلاث ولا أربع ولا كذا،